خريجي سمايه. كان عندك امتحان النهارده جيولوجيا. طيب الامتحان كان عامل ايه؟ كان كويس قوي يعني حلينا فيه. نعدي يعني؟ لا نعدي وننجح كمان ونجيب درجه حلوه ان شاء الله يا رب. انت عندك امتحان الجاي الاحياء. احياء انت علمي علوم. طيب برسالة توجهها لزمايلك ذاكروا كويس وراجعوا كويس وانتوا بتحلوا حلوا كده مفاهيم يعني جيبوه من على جوجل وحلوا منه. تمام شكرا بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. بسم الله ناصر. كان عندك مادة النهارده؟ كانت جيولوجيا. كانت الامتحان الصراحه كان حلو، كان فيها اسئله حلوه كان فيها اسئله مش حلوه يعني، بس المعظم كان الحلو فده الحمد لله يعني نشكر ربنا. يعني كمجمل الامتحان يعني نجيب في درجه كويسه. هنعدي يعني مقبول. احنا عوضنا في الجيولوجيا يعني احنا باقي موادنا ما كناش معوضين فيها بس عوضنا في الجيولوجيا الحمد لله. انت عندك ايه الامتحان اللي جاي؟ احياء. دي بقى مش هنعوض فيها دي احنا شايلينها قبل ما ندخل اصلا الامتحان. والله ما بتتحلش الاحياء دي بجد فالحمد لله يعني ان شاء الله خير. طيب في مثلا حاجه وقعت فيها غلط مثلا تحبي تنصحي بيها زمايلك او يعني في حاجات كتير قوي ما كنتش عارفاها قبل ما اخش ثالثه ثانوي، عرفتها في اخر مرحله حرفيا، اللي هو انت عندك من اول شهر 8 وشهر 9 انت بتجرب مدرسين، من بعد شهر 9 انت لازم خلاص تثبت مع المدرس ده. خلاص انت شهر 9 ده بقى هتبتدي ان انت الدروس بقى تبتدي تتفتح بقى والدنيا هتدخل في بعض، فدي اول حاجه. تاني حاجه ما تمشيش ورا الناس اللي هي بتقول لك ان انا حضرت مع المدرس ده ما فهمتش من شرحه، انت لازم تجرب الاول المدرس عشان تفهم. تالت حاجه بقى ما نروحش ورا المدرسين اللي هم الهاي بقى والمشهورين وكل ده، والله البرايفت حرفيا بتبقى احسن حاجه بجد. مش هنكر ان انت لازم تروح مع في المراجعات النهائيه، انما بقى من اول السنه تروح لي مع هاي تيتشر وبتاع لا انت الدنيا هتخرب منك اكتر ما هي خربانه اصلا. الحمد لله يعني. بس الحمد لله ربنا يوفقك ان شاء الله يا رب. يا رب.